الخماسية هتروح اتحاد الكورة، فخلينا في اللجنة الخماسية اللي تم تشكيلها من الجهات اللي هي اللجنة دي كلها. هذه اللجنة خبراء وزارة العدل. في خبراء وزارة العدل في قسم اسمه خبراء الكسب غير المشروع، دول يعتبروا يعني بالبلدي كده زي الناس بيقول دول الكريمة بتاعة الخبراء. من حيث الفنيات، من حيث سرعة إنجاز العمل، من حيث الكفاءة، من حيث التخصص، لأن اللجنة الخماسية دي على فكرة معظم قضايا الرأي العام الكبيرة في مصر في مدى مثلا آخر 10 سنوات بتشتغلها اللجنة دي. لا ممكن بيتغير واحد يضاف اليها واحد، لكن المضمون المجموعه هو ده التكوين بتاعها على اعلى مستوى من الكفاءه والنزاهه والدقه وكل التفاصيل. دي لجنه خماسيه رفيعه المستوى نظرا لاهميه هذه القضيه. هذه القضيه دي قضيه راي عام، النيابه بذلت فيها جهد كبير على اعلى مستوى من المهنيه ومن الحرفيه بشكل غير عادي. كل جزئيه بسيطه في هذه القضيه تم فحصها وبدقة شديدة جدا حتى الوصول للنهاية. جزء من اللي انت حضرتك انت